أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، نتحدث اليوم عن التدخين وأضرار التدخين. التدخين عادة سيئة تدمر الإنسان وتسرق صحته وعمره وماله، وتدفعه إلى عالم المخدرات والإدمان، وتصيب ذريته بالضعف والوهن والمرض، وتجعله عبدا للسيجارة، وتسلب إرادته وكرامته. وهذه بعض أضرار التدخين نوردها فيما يلي. أولاً، تأثير التدخين على الجهاز الهضمي. قرحة المعدة والإثنى عشر تكون أكثر انتشاراً بين مدخني السجائر من الذكور والإناث. قرحة المعدة والإثنى عشر بتكون أكثر انتشاراً بين المدخنين من الذكور والإناث، وتؤدي إلى وفيات أكثر. يعني الناس اللي بتصاب بقرحة المعدة والإثنى عشر بيكون معدل الوفيات أكثر بين المدخنين الذكور عن غير المدخنين. كما أن التدخين يعوق التئام القرحة البيبسينية. يعني لو واحد عنده قرحة في المعدة أو الاثنى عشر، التدخين يعوق التئام هذه القرحة. والتدخين أيضا يثبط إفراز البنكرياس لمادة البيكربونات، ومادة البيكربونات التي يفرزها البنكرياس هي التي تحمي بطانة المعدة وتمنع حدوث قرحة المعدة. كما أن التدخين أيضا يقلل من ضغط البوابة المريء، البوابة العضلة اللي موجودة بين المريء والمعدة تضعف بسبب التدخين، وبالتالي يحدث ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء، اللي هي الحموضة اللي بيعاني منها كثير من الناس. وكذلك يضعف التدخين من العضلة الموجودة بين المعدة والإثنى عشر. التدخين والحمل، هل يؤثر التدخين على الجنين؟ يعني لو واحدة بتدخن، امرأة حامل وتدخن، هل يؤثر التدخين في الحمل؟ التدخين أثناء الحمل يؤثر في الجنين. التدخين أثناء الحمل يؤثر في الجنين، حيث تبين أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات يكون وزنهم أقل حوالي 170 جراما عن الأطفال الذين يولدون لأمهات غير مدخنات. الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات يكون وزنهم أقل حوالي 170 جراما عن الأطفال الذين يولدون لأمهات غير مدخنات. وتدخين المرأة أثناء الحمل يرتبط بخطورة عالية لحدوث الإجهاض التلقائي. الأم الست الحامل إذا دخنت
دخان بتدخن سجاير، ده قد يؤدي الى الاجهاض التلقائي spontaneous abortion. وكذلك قد يؤدي التدخين الى موت الجنين داخل الرحم، وقد يؤدي التدخين الى موت الجنين داخل الرحم والى موت المولود حديث الولادة. وهذه الخطورة العالية قد تكون أكبر في حالات الحمل التي تكون بالفعل تحت خطورة عالية نتيجة لعوامل أخرى. جدير بالذكر أن تدخين الحامل قد يؤدي إلى ضعف النمو الجسدي على المدى الطويل بالنسبة للمولود، وكذلك ضعف تطور الذكاء للمولود. يعني تأثيرات خطيرة جدا للتدخين على الجنين وعلى المولود. لو يكون واحدة ست وبتدخن وهي حامل، يبقى التأثير أثناء التدخين أثناء الحمل يؤثر على الجنين، ممكن يؤدي إلى موت الجنين داخل الرحم، وقد يؤدي إلى الإجهاض التلقائي، وقد يؤدي إلى موت المولود بعد إلى موت المولود حديث الولادة، وقد يؤدي إلى ضعف النمو الجسدي لهذا المولود وضعف تطور الذكاء لهذا المولود. نأتي إلى عنصر هام جدا بالنسبة للتدخين، وهو التدخين والإصابة بالسرطان. وأنا استشهد بكلام واحد من كبار الأطباء والعلماء في الأمراض الباطنة، وهو الدكتور جون هولبروك أستاذ الأمراض الباطنة. يقول إيه جون هولبروك؟ بيقول على الرغم من أن الدراسات العلمية أثبتت وجود علاقة بين تدخين السجائر وسرطان الرئة، إلا أن مزيداً من الأمريكيين يموتون من هذا السرطان أكثر من أي ورم آخر. في عام 1981 ميلادية تم تقدير عدد الوفيات بسبب سرطان الرئة اللي هو مرتبط بالتدخين في الولايات المتحدة الأمريكية ب105,000. 105,000 واحد أمريكي ماتوا من سرطان الرئة سنة 1981. حوالي 80% من هذا العدد تعزى إلى تدخين السجائر. 80% من هؤلاء الناس اللي هم 105,000 اللي ماتوا بسبب سرطان الرئة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981، 80% منهم كان السبب هو تدخين السجائر. وخطورة حدوث سرطان الرئة بصفة كمية يرتبط بالتعرض لدخان السجائر. الرجال الذين يدخنون علبة سجائر واحدة يوميا تزداد الخطورة لديهم 10 مرات. اللي بيدخن علبة سجاير واحدة في اليوم تزداد خطورة إصابتهم بسرطان الرئة 10 مرات مقارنة بغير المدخنين. والذين يدخنون علبتين من السجاير يوميا قد تصل الخطورة لديهم إلى 25 مرة، خطورة الإصابة بسرطان الرئة 25 مرة مقارنة بغير المدخنين. والعمال الذين يعملون في مناجم اليورانيوم ومصانع الأسبستوس ويدخنون السجائر تزداد خطورة إصابتهم بسرطان الرئة. العمال اللي بيشتغلوا في مناجم اليورانيوم ومصانع الأسبستوس ويدخنون السجائر تزداد خطورة إصابتهم بسرطان الرئة. والنساء اللائي يدخن السجائر يزداد معدل وفايتهن
من سرطان الرئة عن الرجال. يعني المرأة لما تدخن يكون إصابتها بالمرض أكثر من بسرطان الرئة، إصابتها بسرطان الرئة أكثر من الرجال. وجدير بالذكر أن البقاء لمدة 5 سنوات على قيد الحياة، يعني ما الواحد يقوله سرطان الرئة ومعدل البقاء، يعني هو بعد ما يجيله السرطان يعيش 5 سنين، بيكون أقل من 10%. معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الرئة أقل من 10%، مما يحتم ضرورة الوقاية من سرطان الرئة. والإقلاع عن التدخين يرتبط بانخفاض الخطورة للإصابة بسرطان الرئة بعد الإقلاع عن التدخين بخمسة عشر عاما. تصبح خطورة الإصابة بسرطان الرئة مساوية لغير المدخنين. يعني الواحد لو أقلع عن التدخين، بطل التدخين خالص، بعد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين تصبح خطورة إصابته بسرطان الرئة مساوية لغير المدخن، يعتبر نفسه كأنه غير مدخن. وتدخين السجائر في الرجال والنساء يسبب الإصابة بسرطان الحنجرة، بالإضافة كمان لسرطان الرئة قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الحنجرة وسرطان تجويف الفم وسرطان المريء. تعاطي الخمور، يعني لما يكون واحد بقى عنده مصيبتين اتنين، بيدخن وبيشرب خمرة، يقوي من خطورة الإصابة بالسرطانات السابقة، يبقى معدل إصابته بالسرطانات أكثر كمان من ما يكون واحد بيدخن فقط. سرطان المثانة كمان، التدخين قد يؤدي إلى سرطان المثانة وسرطان الكلية وسرطان البنكرياس. كل هذه الأنواع من الأمراض السرطانية الخطيرة مرتبطة بالتدخين. يعني التدخين كارثة كبيرة جدا. طيب ننتقل إلى التدخين وأمراض الجهاز التنفسي. تدخين السجائر هو أهم عامل يسهم في الإصابة بمرض المرض المشهور اللي بنسميه COPD، الانسداد الرئوي المزمن. COPD، انسداد الرئوي المزمن، الذي يتمثل في التهاب الشعب الهوائية اللي هو الكورونيك برونكايتس، اللي واحد عنده دائما كحة مستمرة. الناس اللي عندهم التهاب مزمن في الشعب الهوائية دول تلاقي على طول نهار وليل كحة وبلغم بصفة مستمرة في الصيف وفي الشتاء. وحالة أيضا خطيرة هي بيسموها انتفاخ الرئة، مرض الإنفيزيما، اللي هي ممكن بعد كده تؤدي إلى فشل التنفس. من عدد يقدر ب50,000 حالة وفاة من جراء مرض الرئة الانسداد الرئوي المزمن في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، حوالي 70% منها كان سببها التدخين. في سنة 1980 كان عدد الوفيات بمرض اللي هو COPD أو الانسداد الرئوي المزمن كان 50,000، كان 70% منهم السبب كان هو التدخين. والعديد من حالات الوفاة هذه سبقها إعاقة تنفسية لمدة طويلة بالاعتماد على مدى التعرض للدخان. فإن الذكور الذين يدخنون السجائر تكون وفياتهم من مرض الانسداد الرئوي المزمن من 4 إلى 25 مرة أعلى من غير المدخنين، الناس اللي هم المدخنين بيكون الذكور الذين يدخنون السجائر تكون وفياتهم من مرض الانسداد الرئوي المزمن أعلى من غير المدخنين بنسبة 4 إلى 25 مرة. على الرغم من أن معدل الوفيات بسبب الانسداد الرئوي المزمن بين الإناث المدخنات نوعا ما أقل منه بين الذكور المدخنين، فإنه يزداد
بسرعة بين الإناث المدخنات عن الذكور المدخنين. السعال المزمن اللي هو السي او بي دي او الانسداد الرئوي المزمن، السعال المزمن، كحة مزمنة، خروج البلغم، وصعوبة التنفس، وصعوبة التنفس أكثر شيوعا بين المدخنين. والمدخنين أكثر عرضة من غير المدخنين لحدوث اضطرابات في عدد من اختبارات الوظائف الرئوية. لما بنعمل وظائف رئوية، الوظائف الرئوية للناس اللي هم المدخنين طبعا هنلاقيها بتكون هذه بيكون فيها خلل أكثر من بكثير من الناس غير المدخنين. وهذه الاضطرابات اللي في الوظائف الرئوية قد تظهر بدرجة خفيفة في المدخنين من المراهقين. تدخين السجاير مرتبط بزيادة معدل حدوث العدوى التنفسية. طب الرئة بتبقى مريضة، الرئة دخان بيضعف الرئة ويضعف كفاءة الرئة. تدخين السجائر مرتبط بزيادة معدل حدوث عدوى تنفسية اللي هو respiratory infection، والوفاة من جراء الالتهاب الرئوي والإنفلونزا، لأن الناس المدخنين الرئة بتاعتهم رئة مريضة، رئة ضعيفة، فعندما يصابوا بأي فيروس أو أي ميكروب بتكون إصابتهم أشد من غير المدخنين، والوفيات بتاعتهم من جراء الالتهاب الرئوي والإنفلونزا بتكون أكثر. والمضاعفات التنفسية التي تحدث عقب العمليات الجراحية وحدوث الاسترواح الصدري التلقائي، ده حالة بيبقى فيها وجود هواء أو غاز في التجويف الغشائي الجنبي اللي هو الغشاء المحيط بالرئة، أكثر حدوثا بين المدخنين. المضاعفات بتاعتهم عند إجراء عمليات جراحية متعلقة بالرئة بتكون أكثر خطورة بالنسبة للمدخنين، لأن دخان التبغ اللي هو بيبقى في السجاير قد يزيد من انسداد الشعب الهوائية، بيزيد من انسداد الشعب الهوائية. لذلك يجب التنبيه بشدة على مرضى الربو الشعبي اللي هو حساسية الصدر بعدم التدخين، لأن يكون واحد عنده حساسية صدرية ويدخن، ده طبعا بيبقى الخطورة عليه بتبقى أشد، بيبقى عنده خطورة شديدة جدا بالنسبة لهذا المريض. يعني مريض عنده ربو أو حساسية صدرية ويدخن، يبقى دي عنده خطورة أكبر بكثير، الخطورة عنده زايدة بالنسبة لإصابته باضطرابات رئوية. التهاب الفم المزمن، المريض اللي هو بيدخن السجاير والدخان بيدخل في بقه وفي ده، بيبقى عنده التهابات بالفم، التهابات مزمنة في التجويف الفمي. والتهاب الحنجرة المزمن للمدخن، دي بتبقى أكثر حدوثا بين المدخنين عن غير المدخنين. طيب نأتي إلى نقطة مهمة جدا، وهي التدخين وأمراض القلب. التدخين وأمراض القلب، تأثير التدخين على القلب يتمثل فيما يلي: حدوث أمراض الشرايين التاجية في سن مبكر، أحد أهم نتائج تدخين السجاير. ودي الحاجة اللي احنا بنشوفها هذه الأيام كثير في المستشفيات، شباب في الثلاثينات، شاب عنده 30 سنة، عنده 35 سنة، ونجد أنه هو مصاب بذبحة صدرية. ليه؟ لأنه مدخن. فحدوث أمراض الشرايين التاجية في سن مبكر أحد أهم نتائج تدخين السجاير. وخطورة الإصابة بأمراض الشرايين التاجية القاتلة أو غير القاتلة أعلى بنسبة 60-70% في المدخنين الذكور عن غير المدخنين. يبقى الإصابة بأمراض الشرايين التاجية أعلى بنسبة كام؟ 60-70% في المدخنين عن غير المدخنين. أيضا الموت المفاجئ، sudden death، الموت المفاجئ قد يكون
المظهر الأول لأمراض الشرايين التاجية، الموت المفاجئ. نحن واحد مات فجأة بدون أي مرض وبدون أي مقدمات وبدون أي سبب واضح، ده غالبا بيكون ناتج من أمراض الشرايين التاجية، اللي هو بيحصل انسداد في الشرايين التاجية وذبحة صدرية أو احتشاء بعضلة القلب، وهو أكثر حدوثا في المدخنين الذكور. الموت المفاجئ أكثر حدوثا في المدخنين الذكور من سن 35 سنة إلى 54 سنة، أكثر حدوثا في المدخنين الذكور اللي هو الموت المفاجئ من سن 35 سنة إلى 54 سنة، بضعفين إلى ثلاثة أضعاف عن غير المدخنين. النساء اللائي يدخن السجائر أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشرايين التاجية من غير المدخنات، واستخدام حبوب منع الحمل، استخدام حبوب منع الحمل من قبل النساء المدخنات، يعني واحدة بتدخن وبتستخدم حبوب منع الحمل، بيزيد هذا الوضع بيزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشرايين التاجية 10 أضعاف، 10 أضعاف. إن الست ديت يحصل لها أمراض في الشرايين التاجية، مع إن الأمراض الشرايين التاجية بتكون نادرة الحدوث في السيدات في فترة الإنجاب، لكن لو واحدة في فترة الإنجاب وبتدخن وبتستخدم حبوب منع الحمل بيكون عندها الإصابة بالشرايين التاجية 10 أضعاف، حيث يتعاون التدخين مع حبوب منع الحمل في حدوث أمراض الشرايين التاجية. تدخين السجائر بيعمل بصفة مستقلة أو بالتعاون مع العوامل الأخرى لزيادة الخطورة بأمراض الشرايين التاجية، والتوقف عن التدخين يقلل من الوفاة نتيجة الإصابة بأمراض الشرايين التاجية. لو الواحد توقف عن التدخين يبقى خطورة إصابته بأمراض الشرايين التاجية بتقل كل ما زادت المدة التوقف عن التدخين. والأشخاص الذين يستمرون في التدخين بعد الإصابة باحتشاء عضلة القلب اللي هو حدوث جلطة في الشرايين التاجية وموت جزء من عضلة القلب اللي بنسميه احتشاء عضلة القلب اللي هي MI أو مايوكارديال انفاركشن، من المحتمل أن يموتوا. يعني كل واحد عنده جات له الإصابة ديت وجاله احتشاء MI، احتشاء عضلة القلب يعني جلطة بالشرايين التاجية، واستمر بعدها في التدخين، من المحتمل أن يموت هؤلاء الأشخاص بسبب أمراض الشرايين التاجية عن أولئك الذين يتوقفون عن تدخين السجائر وغيرها. وتدخين السجائر يؤدي إلى حالة من عدم التوازن بين إمداد عضلة القلب بالأكسجين واحتياجات عضلة القلب من الأكسجين، في حالة من عدم التوازن، ويقلل عتبة حدوث إنتاج البطين، نوع من الاضطراب ضربات الانقباضات في البطين من الاختلاج اضطرابات الإيقاع البطيني، ويزيد من تجمع الصفائح الدموية. وتجنب هذه التأثيرات قد يفسر فوائد التوقف عن التدخين التي تحدث بسرعة. تصلب الشرايين، أيضا التدخين بيؤثر في الشرايين ويؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة سمك بطانة الشرايين الموجودة داخل عضلة القلب وكذلك الشرايين الصغيرة. وتصلب الشرايين وزيادة البطانة بتاعتها، سمك البطانة اللي هو بعد كده ممكن تؤدي إلى ذبحة صدرية أو إلى جلطة واللي هو الاحتشاء عضلة القلب، بيكون أكثر حدوثا في المدخنين عن غير المدخنين. تدخين السجائر هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين الانسدادي والتهاب الأوعية الدموية، حالات مرضية، التهاب الأوعية الدموية التخثري الانسدادي،
اللي بنسميه ثرومبانجايتس اوبليترانس، حالات من التصلب الشرايين وانسداد الايه الشرايين، كما انه يزيد من سوء حالات الاقفار الطرفي. الاقفار الطرفي الامداد الدموي للاطراف، يعني تصلب الشرايين في الاطراف تخلي الواحد يمشي يعرج، لان الدم مش واصل للاطراف، مش واصل لرجليه، فالواحد يمشي يعرج او يبقى عنده مشاكل في الحركه والمشي، ويؤثر بصوره سلبيه في الجرافت. حتى لو هذا الشخص اللي عنده انسدادات في الشرايين الطرفيه وتعمل له عمليه وتركب له جرافت عشان توصل الدم للاطراف، التدخين كمان واستمر في التدخين، التدخين يؤثر في الجرافت الطرفي التحويلي في الشرايين، يؤثر كمان في العمليه اللي اتعملت. ومعدل الوفيات بسبب انيوريزم الاورطه، مرض برضه خطير وحاله خطيره اسمها الاورتيك انيوريزم، ان يضعف شريان الاورطه من الجدار بتاعه ينتفخ، يعمل انتفاخ كده بنسميها ايه انيوريزم، اورتيك انيوريزم اللي هو انتفاخ في جدار الاورطه نتيجه وجود ضعف في هذا الجدار. هذه الحاله الخطيره اللي ممكن بعد كده الاورطه ده انفاخ، الانتفاخ ده ممكن ينفجر، ويؤدي طبعا الاورطه بقى لما ينفجر يعني يؤدي الى نزيف رهيب والانسان يموت على طول، صدن ديث، يموت في الحال. هذه الحاله هي الاورتيك انيوريزم اكثر حدوثا في المدخنين الذكور عن غير المدخنين. كذلك يؤثر التدخين على المخ ويؤدي الى الاصابه بنزيف اسمه نزيف تحت العنكبوتيه اللي هو من الايه من الاغشيه اللي موجوده حول المخ اللي هو سب اراكنويد هيموريج، غشاء موجود حول المخ، واكثر حدوثا بين النساء المدخنات. يعني الاصابه بنزيف في المخ بيكون اكثر حدوثا في النساء المدخنات عن غير المدخنات. والتدخين مع استخدام حبوب منع الحمل يزيد من خطورة حدوث هذه الحالة. يبقى لما يكون واحدة بتدخن وتستخدم حبوب منع الحمل بيجتمع عندها ايه حاجتين اتنين خطر عليها، قد يؤدوا الى حدوث نزيف في المخ اللي هو نزيف تحت العنكبوتية. حاجة ايضا نأتي الى حاجة مهمة اللي هي التدخين السلبي اللي هو نيجاتيف سموكينج. التدخين السلبي واحد ما بيدخنش لكن بيتعرض لدخان الايه السجاير، يقعد في وسط ناس مدخنين وهو إيذاء الآخرين من غير المدخنين بدخان سجاير الناس اللي هم بيدخنوا، ويمثل مشكلة كبيرة اللي هي تعرف بالتدخين السلبي، وكأن غير المدخن يجبر على التدخين كانوا بيدخن غصب عنه، ويجبر على إلحاق أضرار التدخين به دون أي ذنب اللي هو التدخين السلبي. يقول الدكتور جون هولبروك ده أستاذ الأمراض الباطنة، بيقول التدخين السلبي اللا إرادي يؤدي إلى حالة من تهيج الأغشية. التدخين السلبي الواحد ما بيدخنش بس بيتعرض للدخان، بيحدث عند هذا الشخص التدخين السلبي تهيج في الأغشية مثل حركة العين واحتقان الأنف. وهناك بيانات متراكمة أظهرت أن المصابين بأمراض القلب المزمنة وأمراض الانسداد الرئوي تتفاقم الأعراض المرضية لديهم مع التعرض للهواء الملوث بدخان السجائر. يعني التدخين السلبي أيضا، الشخص غير المدخن اللي بيتعرض لدخان أيضا بيتعرض لأمراض القلب المزمنة وحالات الانسداد الرئوي. يعني التدخين السلبي مشكلة برضو كبيرة دي تحتاج إلى تشريعات صارمة تحمي غير المدخنين، كما نحتاج أيضا إلى تشريعات تحمي المدخنين من أنفسهم. يعني تشريعات تمنع الناس من التدخين أو تضيق عليهم فرص التدخين الذي يقودهم إلى الموت أو إلى المرض
أو إلى الأضرار البالغة اللي هي لا تقتصر على المدخن ولكن بتؤثر في بقية الناس غير المدخنين بالتدخين السلبي. المرأة المدخنة التدخين يؤثر في وهي حامل، يؤثر في الجنين، قد يؤدي إلى الإجهاض التلقائي، قد يؤدي إلى موت الجنين داخل الرحم، قد يؤدي إلى موت المولود حديث الولادة والتأثير في التطور الجسدي لهذا المولود أو تطور الذكاء بالنسبة للمولود لأم مدخنة. هذا الحديث كان عن التدخين وأضرار التدخين، ونرجو أن نكون قد استفدنا من هذا الموضوع، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.